هاي، أهلا. تتكلم عربي؟ إيه؟ يلا، حاب أعرفكم في نفسي. أهلا، الفتى شو اسمك؟ الوسيم. أنا وسيم بدون ضحكة. كيفك يا أختي؟ الحمد لله بخير. هذه والدتك صح؟ صح. إيه؟ الله يطول. والله يا خالة، هني يوم شفتك ذكرت ناس راحوا. مين أمك؟ يا عمري الله يرحمها يا رب. انا خالد عندي. الو، السلام عليكم. هذا وش الغلط؟ سعود خميس. سيف سيف، اطلع سيف، ادخل ولد. مع السلامة. خرب يمه هالزنة. هذا خالي، هذا خالي. السلام عليكم. خالي سيف. عليكم السلام. امشي. خالي سيف، خالي سيف، كل ما تدخل يخرب البث. صدق. طيب جماعة، ضفتك يا خال. خاله حسابك وين الاول؟ تبنت صح؟ والله جاني باند اخ. ما هذا اول هكروه، هكروه اول حساب لنا، ما كان عنده. لا هذا خالي، هذا خالي تبند حساب مسكين. اي والله جاني ليش باند. تبنت؟ شو سويت؟ الله الله، دعيت. هذا خالي، بس انا ساكن في الشمال. لا هو ساكن في الغربية، يعني بعيد. الشمال بعيد. بلحفر بلحفر بعيد بلحفر. اي والله. السلام وسلم ابو خميس. الله تواجه. ها الله، ان شاء الله نشوفك ان شاء الله بالايام المقبله. تواجه عند التميمي. ها ان شاء الله، ان شاء الله يا اخي. السلام وسلم. شلون اطلع؟ اصبر. الله شفتوا؟ هذا مو خالي. انا صراحه من دخل خفت منه والله. انا ما ادري مين قبل، انا ولا انت قبل. ما 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 ادري يعني كيف دخل، يعني معنى هذا الانسان. يمكن انا سويت بالغلط. هذا الانسان يوم كنا ندرس في الابتدائي، انا كنت ادرس اجي مع عمي، اروح الدوام يقطني واجي مشي للبيت. كان المدرسه تبعد عنا تقريبا نص ساعه على ما ارجع للبيت، وهذا كان دائما يضربني. الله يهدي. اي والله ما احب ذي الاغنيه. خلونا نلعب مع بعض عشان يا رب 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 يجيني دعم يا رب يا رب عشان اجمع فلوس. انا بعد يا رب يا رب يا رب. والله يوم شفتك نفس ما قلت لك يا خال، اني اتذكر ناس وكنت دايما اغني لهم موال في صوتي. يا امي ما ادري دقيقه، انتم من وين؟ من وين؟ من الرياض. اي والله، وكنت دائما اقول لك دائما اغني لهم اغني لهم مير الحظ كبشوا. ما اعرفه خاله، ابى اسمعكم صوتي. يا رب يا رب يا رب اني اصل تركي على الشيخ. يلا سمعني. يضيفني عندهم في الـ في الـ في الموسم حقهم، واقعد اغني اغني لهم. يلا. تقولوا بقدر اجيبها، لا تكونوا علي. شكرا يا بكر. خالتي والله انا بضلني اضحك والله. والله العظيم. والله يا خالة، يا خالة والله بتجرحني. اقسم بجلال ربي انه مو عليك، انه انا والله العظيم اي احد طاح اضحك عليه، اي احد كذا خبط اضحك عليه. اسال ديانا. يلا يلا. طيب انا لا طحت ولا خبطت يعني. يلا كمل كمل. كذا كذا فيني. والله 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 ان هذا موهبتي. يلا يلا كمل. لا ما تزعل مني بليز، تراني والله اضحك كذا والله. يلا لو انا ما جنة كنت قلت لك قفل بوش وخلاص. يلا كمل. لا تقولوا هذه صعيبة، عجيب يعني عجيبة لو كان تحت الحراسة. تقولوا هذه صعيبة، عجيبة عجيبة يا عجيبة. شكرا يا بكر.
لك شبك شبك ما بدك يعني انا اضحك. انا بغني طيب. هلا والله لا خلاص انا ما رح اجرح اختفي انا اذا بتزعل من ضحكه جماعه اللي معانا هون. لا قسما والله بالله لا العظيم خلاص وقف وقف والله العظيم اني انا 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 بغني ماما. لحظه ماما انا فيني الضحك ولا ما فيني تضحك حتى عليك؟ والله اني اضحك شكرا. لي 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 فتره طويله اني ما اضحك الا اذا بثيت اشوف الناس تكتب عندي لاني انا واحد ساكن ببيتنا كبير ان شاء الله يزيدك يا رب ويطول بعمرك. انا بعد بغني يلا غني. لا 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 عن جد عم تبكي ولا قاعد يطقطق علينا؟ قاعد يطقطق. خلاص اسفين خلاص خلاص خلاص. ترى ماما تحب تضحك صح ولا مو صح؟ اي والله احنا عندنا موهبة الضحك زي ما انت عندك موهبة الغنى. يمكن نضحك على اللي بالكومنت صح ولا مو صح؟ لا 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 تبكين لا تبكين ترى والله اني ما ابكي. لا 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 دندوش 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 ليش ليش تبكي بابي؟ جد عم تبكي انت؟ اهلا ابليسكم. هلا ابي سمعك موال دايم اقول للي يحبهم يلا سمعني. ها خلص ديانا خديجة. خديجة حبيبتي ما تسمعين يا بونك. يا يابا تعبنا سنين العمر يابا تعبنا سنين العمر. الله يابا تعبني يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا يا يا بدموع لك طول العمر يا بي يا بي يا بي يا بي يا بالشعر يا بشاب الشعر يا بشاب الشعر اخ اخ شاب الشعر من بعد فرقك يا بي يا بي يا باي يا باي يا بفرقك وفرق الواحد يا با بالهم واحد يا بفرقك وفرق الواحد فرقك وفرق بالحزن واحد ويلي ويلي ويلي
يا بويا دخيلك، يا بويا دخيلك 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 دخيلك. يا عمري حبيب قلبي، تعال نحكي معك شوي. أنا عم بمزح، كنت أول والله العظيم. أنت ما إلك أم ولا إلك أب؟ ها يا روحي، أنا أمك. حبيب قلبي تعال، لا تزعل. يما يا يما يا يما يا يما يا يما يما بفراق العمى، تعالي يا عالي يا عالي. يما 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 يا يا يما اصبر واقول. وليش بدي اسكت ما اساله يعني؟ يما اصبر واقول، انا اعتذر. يما اصبر واقول، انا بسكر لايف ما اقدر صراحه. ها؟ بسكر لايف ما اقدر. شنو يقول ماما؟ ايش تقول؟ يقول بسكر لايف ما اقدر. ليه؟ متعوب من داخل، حيل تعبه والله الحال من بعضه يعني. طيب هاي انا بناتي، ابوهن مات وكثير ببكوا عليه. انا بنتي اشواق لهلا بتبكي على ابوها. يا عمري انت، ان شاء الله العوض، ان شاء الله انك انت بويا. هذا الزمن قاسي بويا، بويا هذا الزمن قاسي قاسي يا بقاسي. انت تهبل ولا من جدك؟ بسكر لايف ما اقدر. ايش؟ بسكر لايف ما اقدر. كيفك؟ طب ليش يا قلبي؟ ليتني سامع الكومنتات. ما مشت علي. اضحك عليه ماما، قاعد يضحك عليه. خاله بالله ما مشت عليك؟ الا انا ما مشت علي. انا والله مشت بالبداية إيه، بس كذا آخر شيء حسيت طق طق. بس مقلبتكم لا تزعلوا. لا عاد، إيش دعوة إيش دعوة؟ شو يقول؟ يقول لا تزعلون، إيش دعوة؟ لا أنا ما أزعل. ليش أزعل يا حبيبي؟ ليش أزعل؟ شو سويت أنت؟ ما أنت سويت قاعد شي. تمزح وتضحك، الله يسعد مساك وصباحك. الله الله يرحم والديكم يا رب. آمين. والله ولا تزعل منا، وهذا كان مغلب بسيط. لا لا عادي والله. ويا ربي لك الحمد، انا الحمد لله. بس انت ذكرتنا، انا يا ربي لك الحمد، الله يطول في عمر في عمر امي وابوي، عايشين يا ربي لك الحمد. الحمد لله. ما جبت السيره بس انت دخلت، وانا ما حبيت ارد عليكم ولا اني اقول لكم لا اي ولا لا. الحمد لله. شو يقول؟ يقول انه ما حب يقول لنا اي او لا، لكن امه وابوه عايشين الحمد لله يعني. الله يطول، الله يطول بعمرهم يا رب. اللهم امين، ويرحم ابوه وبنيك. تعرف تغني عبد المجيد؟ غني لنا شيء حلو. تبون اغني لكم ارامه مسرمن بردها؟ ما احب ذي الاغاني والله. يلا خليه يغنيها. ما احبها ما احبها ماما. راشد بنتك مرتبطه، اقصديني متزوجه ولا لسه؟ ما شاء الله. لا مو متزوجه. وش خاله معي عطشان. واش موي شي يقول؟ يقول قم اشرب مايه. ترى يومياتي في سناب مره جميله، ان شاء الله قريب راح اتوثق يعني. ما شاء الله، شو سناباتك؟ خلينا نتابع. وانزل قدور، انزل قماش تركي استرالي عندي في السناب،
كل الامور هذه. اعطيني سنابك. طيب خال مو انت خلي انت يمكن ما تنتبهي للسناب، خلي بنتك تضيفني وهي تعلمك، فهمتي؟ ضيفي ماما خلي يعلمني. لا 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 انا اقول لك ضيفي. ليش 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 ماما؟ يلا ضيفي. لا ضيفي انت. وين سنابه يا اخي؟ امك يعني اخر شيء اكثر شيء تدخل واتساب، ليش يضيف؟ انت ضيفي وتجيبي لها العلوم حقت. انا عندي سناب وانزل، انا اللي عندي سناب، انزل رشوش، انزل يعني امور زي كذا. ضيفي انت يا مامي. يلا ها يلا يلا ايه يلا. احلف ان جوال جوالك ولا ولا جوالي؟ لا جوال اللي عم نحكي منه. ترى خال انا مش متوظف، ترى عندي انستغرام بالهذا. كويس كويس بي. خلاص الانستغرام ننزل بعد هناك، مو مش مشكله. ايه ابدا عندي انا. سامعكم سامعكم. الله يحفظكم يا رب. ضيفين ضيفين عندك؟ ضيفي الدوش. ابشري احتمال يراس لكم منسق ردي عليها ان شاء الله. يلا تبون شيء؟ شرفنا فيكم والله، الشرف لنا. سلامتك. بعد راسي حياكم الله. الله يحييك. يا هلا يا هلا. يا قلبي تعب تعب.